السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا وأعزائنا الطلاب، طلاب الثانوية العامة، في حلقة جديدة من برنامجنا سر التفوق وتكملة للمراجعة النهائية لمادة الفيزيكس. شباب إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يبارك لكم، إن شاء الله امتحان الفيزياء إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله هيكون جميل جدا. بس أنت برضو كمل اللي أنت بتعمله، حل امتحانات كتير، حل الامتحانات زي ما احنا قلنا من 17 لحد 20، وان شاء الله هتكون الاسئله الجميله ان شاء الله اللي هتحضرها النهارده هيكون جاي منها ان شاء الله باذن الله تعالى. بس قبل ما نبدا حلقتنا احب ارحب بزميلي واستاذنا مستر محمود عامر. اهلا وسهلا مستر محمود. اهلا بحضرتك مستر مجدي، ويا رب التوفيق لكل اعزائي الطلاب يا رب باذن الله. ان شاء الله رب العالمين. ابنائنا النهارده باذن الله تعالى هنعمل شويه حلقه كده فيها شويه تجميعات جميله جدا، هنحل بعض المسائل الحسابيه وهنعمل بعض الاسئله اللي هي من خلال المنهج كله المتشابهات. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال كده لازم يجي لك في الامتحان حته الدايركشن، يعني دايما طلابنا دايما يسالونا يا استاذ انا ما بعرفش اطبق قواعد الدايركشن. يعني طبعا احنا عندنا قواعد دايركشن كتيره، امبير رايت هاند رول وفليمنج ليفت هاند رول وماكسويل سكرول رول والحاجات دي كلها. فاول حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى هنبدا نطبقها او هنراجعها معاكم قواعد الدايركشن. واول قاعده عندنا في تشابتر 2 فليمنج او امبير رايت هاند رول. طب انا هبدا النظري وبعدين مستر محمود هيعلمنا الحته ازاي تطبقها. لو جه وقال لك دايما بيبقى في كل قاعده ممكن يجي لك السؤال ممكن ثيوريتيكال او طبعا ابلاينج. لو جالك سؤال ثيوريتيكال في امبير رايت هاند رول هيقول لك ايه؟ رايت ذا يوز اوف امبير رايت هاند رول. تقول له كده بالظبط، ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فلوكس دينستي due to current passing through a straight wire. ده لو قال لك اليوز. مستر محمود لو حبينا نجرب ولادنا ازاي يطبقوا امبير رايت هاند رول، اتفضل يا مستر محمود. تمام. امبير رايت هاند رول بشكل بسيط جدا، تعالوا نفترض نحط احتمال عندنا وليكن واير في ستريت واير الكرنت اللي قدام. امبير قلنا زي ما قلنا ايدينا لازم الصم بيعمل انجل 90 مع الريست اوف ذا فينجرز. قلنا الصم ريبريزنت ذا كرنت والريست اوف ذا فينجر ريبريزنت الماجنتيك فيلد. ده لو كان ستريت واير زي ما احنا شايفين، يعني انا لو عندي ستريت واير قلت بخلي ايدي الصم او الابهام عامل زاويه 90 مع الريست اوف ذا فينجرز، بوجه الابهام بتاعي للكرنت، يعني الكرنت ماشي لفوق يبقى الابهام لفوق، يبقى يميني ان شمالي اوت. يبقى انا دايما بقول لو انا عندي الماجنتيك فيلد بيبقى على شكل سيركل، هنقدر نقول ان هنا هنقدر نقول ان انا هنا دوت وهنا اكس، هنا اكس وهنا دوت فعلا، وطبعا فوق بتبقى ليفت. تمام. على اساس ان السيركل كده تعتبر انتي كلوك وايز. كلوك وايز ده بالنسبه للواير. اوكي ده بالنسبه للامبير رايت هاند رول. طيب نيجي بقى للقاعده الثانيه. احنا هنمسك قاعده قاعده كده هنبدا نعمل لو جالي السؤال ثيوريتيكال هنعمل ايه، ولو جالي السؤال ابلاينج هنعمل ايه. القاعده الثانيه اللي هي الماكسويل سكرو رايت هاند رول دي بتستخدم في ايه؟ يعني لو قال لك وات از ذا يوز اوف ماكسويل سكرو رايت هاند رول هتقول له كده ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فلوكس دينستي ديو تو كارنت باسنج ثرو ا سيركولر كويل. ده لو جالي السؤال النظري. وبرده كالعاده ازاي بقى بنطبقها؟ اوكي مستر محمود اتفضل. تمام. الحكايه بسيطه جدا، هنا نفس الكلام هطبق ايدي بنفس القاعده ان انا الصمت هيبقى بيربنديكولار على الفينجرز، بس هخلي الريست اوف ذا فينجرز بيمثلوا لي الكرنت لان هنا الكرنت هو اللي سيركولار، فبالتالي همشي مع الكرنت بايديا، يعني ايديا ماشيه مع الكرنت كده، الكرنت كده ماشي انتي كلوك وايز، يبقى اوت اوف ذا بيج. اوكي ده ات ذا سنتر طبعا. تمام. ات ذا سنتر اوف ذا كويل. اما لو انا الكرنت كان ماشي كلوك وايز هضطر اعمل ايديا زي لايك، هنا هقلبها بقى ديسلايك وهبتدي امشي الناحيه الثانيه اللي هي هقول into the beach. اوكي. وفي نفس وفي نفس الوقت ممكن نسمي برضو الطريقه اللي حضرتك عملتها دي كلوك رول. كلوك وايز رول. كلوك وايز رول. طيب نيجي بقى لقاعده مهمه جدا جدا جدا. لو انا عندي بقى سولونويد. لو انا عندي سولونويد كاري كارنت، ازاي بقى بنطبق ايه القاعده اللي بنستخدمها to determine the direction of the magnetic flux. اوكي. في السولونويد. مستر محمود اتفضل يا حبيبي. تمام. اول حاجه السولونويد، لو افترضنا ان احنا راسمين سولونويد، السولونويد ده زي ما بنقول كان ملفوف حوالين ايرون كور بالشكل ده عشان تبقى الحكايه اوضح عندنا بالشكل ده. تعالوا نفترض اتجاه الكرنت، ولنفترض ان الكرنت ماشي بالشكل ده لغايه ما يخرج من الاذر اند بالشكل ده. ففي اكتر من رول. في اول رول اللي هي امبير، ان انا
زي همسك الايرون كور او همسك الكويل بحيث ان صوابعي تبقى في اتجاه الكرنت. اهي انا كده مسكت كويل بحيث ان صوابعي طالعه مع الكرنت. يبقى كده بنطبق برضو امبير رايت هاند رول بس الريفرس بتاعته. بستخدم رايت هاند رول، يبقى اكيد هنا نورث وهنا ساوث. ليه؟ الصمب او الابهام دايما بيشاور للنورث سايد، فبالتالي ده النورث وده الساوث. يعني هنقدر نقول ان الماجنتيك فيلد في الاكسس بتطلع على شكل لاينز طالعه من جوه الكويل من الساوث للنورث، وبره الكويل بتعمل كومبليتلي كلوزد لاين طالعه من النورث راجعه تاني للساوث. اوكي، القاعده دي اسمها ايه كده يا بس محمود؟ دي كده احنا طبقنا امبير رايت هاند رول في حاله السولينويد. اوكي، ممكن نسميها الريفرزد امبير رايت هاند رول. ريفرزد امبير رايت هاند. نيجي بقى للقاعده اللي بعد كده. هنبدا نطبق قاعده اسمها فليمنج ليفت هاند رول. برده كالعاده ده سؤال مهم قوي يا جماعه. فليمنج ليفت هاند رول لو جه وقال لي برده اليوز بتاعتها نقول له كده: ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فورس ذات افكت a straight wire placed carry current and placed inside magnetic field. في ثلاث مقاطع لازم نقولهم: determine the direction of magnetic force, affect what straight wire. الستريت واير دوت لازم يكون مواصفاته التاليه: carry current and placed inside a magnetic field. طب ازاي بنطبقها؟ اوعى تنساها، ان شاء الله هتطبقها باذن الله تعالى بعد بكره. يلا يا مستر محمود، عايزين ندرب طلابنا على فليمنج ليفت هاند رول. فليمنج ليفت هاند رول خلي بالكم هنعملها بالشكل ده بالظبط، بحيث ان انا عندي الصمب بيكون بيربنديكولار على البوينتر والبوينتر بيربنديكولار على الريست اوف ذا فينجرز. يبقى انا بقول اف بي اي او الصمب ريبريزنت ذا فورس، البوينتر ريبريزنت الماجنتيك فيلد، الريست اوف ذا فينجر ريبريزنت الدايركشن اوف ذا كارنت. طيب عندي طبعا الرسمه اللي قصادنا دي، مثلا عندي الكرنت لفوق الماجنتيك فيلد انتو ذا بيج. ساعتها اول حاجه هبتدي اثبت البوينتر مع اتجاه الماجنتيك فيلد، يعني الماجنتيك فيلد انتو يبقى البوينتر انتو ذا بيج، والكرنت كان لفوق يبقى ايديا الريست اوف ذا فينجرز لفوق، يبقى الفورس هتروح ناحيه الليفت الليفت سايد. اوكي، هتبقى الفورس في اتجاه الليفت سايد زي ما احنا قلنا كده. برضو نطبقها في حاجه ثانيه يا مستر محمود، عايزين برضو نجهزها برضو حته ثانيه برضو يا مستر محمود. عايزين نعمل مثلا الكرنت ابورد يعني نورث، ركز معايا كده. يعني لو احنا اللي متابع معانا يمسك الالن ويلز، تعمل كارنت ابورد يعني نورث، وهنعمل الماجنتيك فلكس لاينز مثلا رايت يعني على الاكس اكسس رايت. يلا حاول كده تطبقها معانا. يلا يا مستر محمود اتفضل. اهي هنثبت ايدينا، هنقول اف بي اي. قلنا اول حاجه بنحاول نثبت البي مع البوينتر، يبقى البي هتبقى كده. طب ما انا كده الكرنت عكسي، هضطر بقى اعمل ديسلايك زي ما قلنا. يبقى البي مع الماجنتيك فيلد، الريست اوف ذا فينجرز مع كرنت، يبقى هلاقي الصمب او الابهام فين؟ انتو ذا بيج. يبقى انا هقول انتو ذا بيج، السلك ده هيتحرك انتو ذا بيج، يبقى الفورس انتو ذا بيج. دي اسمها قاعده ايه؟ فليمنج ليفت هاند رول. يلا معايا هنا كده. يبقى احنا كده خدنا لحد دلوقتي اربع قواعد، يلا نراجعهم بسرعه كده. امبير رايت هاند رول، اكتب معايا: ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فلكس لاينز ديو تو ا كارنت باسنج ثرو ا ستريت واير. ماكسويل سكرو رول، عفوا، ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فلكس لاينز ديو تو كارنت باسنج ثرو ا سيركلر كويل. القاعده اللي بعد كده الكلوك رول، ممكن نقول ديتيرمين ذا بولاريتي اوف ذا فيس اوف ا سيركلر كويل كاري كارنت. طيب اخر واحده اللي هي الفليمنج ليفت هاند رول، ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا ماجنتيك فورس اكت اون ا ستريت واير. اوعى تنسى دي بقى، الستريت واير ده لازم تقول كاري كارنت اند بليست انسايد ماجنتيك فيلد. طيب نيجي بقى للقواعد اللي موجوده في شابتر 3. عندنا قاعدتين مهمين قوي: لينز رول وفليمنج رايت هاند رول. طيب لو جه وقال لي برضو كالعاده في سؤال نظري، يعني مش شرط دايما ابلاينج، احنا بنعمل الاثنين دلوقتي. لو جالي وقال لي وات از ذا يوز اوف لينز رول، اليوز، اوعى تحط الديفاين اليوز، يبقى نقول له كده: ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا انديوسد كارنت باسنج او برودوسد ان ا كويل وات كاتنج ا ماجنتيك فلكس. اوكي، تاني: determine the direction of induced current produced in a coil
cutting a magnetic flux. اوكي؟ طيب ازاي بقى بنطبقها؟ بنطبقها في فاراديز اكسبيرمنت. هنطبقها في قاعده ايه؟ فاراديز اكسبيرمنت. يلا نرسمها كده يا مستر محمود، حالتين، حاله approaching وحاله moving away. اتفضل يا مستر محمود. اول حاجه بحدد الماجنت عندي، وبعد كده ببتدي ارسم السولونويد اللي موجود عندي وبوصله بالجلفنومتر او بالمليمتر بحيث ان انا اقدر احدد الدايركشن بتاع الكرنت كمان معايا. وساعات بيجي بقى في بعض الاحيان بيصعبها كمان ويوصل لي الكويل بلامب وباتري كمان لو عايز يخلي المساله دي اصعب من الايه، من الشكل الطبيعي. طب تعالوا نشوف فارادي. دي كده تجربه فارادي، كان بيستخدم سبايرال كويل وموصله بمليمتر او جلفانومتر، وادي ماجنت نورس ساوث. قلنا في حالتين زي مستر مجدي قال، مره نعمل ابروتشنج وبره نعمل ويذدرو. ويذدرو هنا ويذدرو، ويذدرو يعني بنبعد، وابروتشنج يعني بنقرب. ننزل بالورقه لتحت يا مستر محمود. تمام. في حالة الابروتشنج طبعا اول حاجة بسأل نفسي الماجنت بيقرب، يبقى يا ترى ايه رد فعل الكويل؟ هيبقى الكويل هيعمل ريبالشن. يبقى في حالة الابروتشنج الكويل هيعمل ريبالشن. طب هيعمل ريبالشن ازاي؟ ان هو هيولد لايك بول نير ذا ماجنت، يعني هيحط نورس قصاد نورس. كده انا حددت بلينز اتجاه الماجنتيك فيلد. اقدر احدد بقى بامبير اتجاه الكرنت. اهو الصنب مع النورس بول، يبقى الكرنت طالع لفوق، يبقى الكرنت هيمشي كده كده كده، وهنبتدي نقول بيمشي كده، وده كده بنقول ان هو ماشي، نقدر نقول هو انتي كلوك وايز. طب في حاله طيب استاذنك يا مستر محمود، لان ساعات تيجي عند الجلفانوميتر نحط ليه تو تيرمز، يعني A و B مثلا، السايد اللي الشمال A والسايد، ممكن يجيبها عن طريق عمليه من A ل B ولا من B ل A عند ال تمام، باعتبارها دي ريزيستنس يعني اكسترنال ريزيستنس. يبقى تمام، هنا هنقول ان هو بيتحرك من A ل B كرنت، ولو حابب احدد اتجاه الديفليكشن كمان هيبقى في الاتجاه. تمام، يبقى كده ماشي من A ل B في الاكسترنال ريزيستنس. اوكي، طب العكس بقى لو حصل ويذ درو. الحاله الثانيه هنا قلنا هيعمل بقى اتراكشن، هيحاول يشد الماجنت اللي بيبعد عنه، فيعمل اتراكشن، فيحط هنا وهيحط هنا نورس، وابتدي بقى اطبق امبير صباعي الصمب او الابهام مع النورس، يبقى الكرنت، اقفل على الكويل كده، يبقى الكرنت هيبقى العكس على طول، هيبقى الكرنت جاي بالشكل ده ماشي، اللي هي هنقول كده ماشي ايه، هيبقى العكس بقى لو حطينا برضه كلوك وايز، هيبقى العكس على طول، هيبقى فروم بي تو اي المره دي كلوك وايز. اوكي نرجع بقى. طيب اخر بقى قاعده دايركشن معانا هنا، قاعده اسمها فليمنج رايت هاند رول. شايفين وانا قاعد اقولها بص ايديا بتعمل ايه؟ برضه نفس الكلام، يجي لي السؤال النظري كالعاده، ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا انديوسد كرنت بريديوسد ان ستريت واير، بريديوسد ان ستريت واير موفد انسايد ماجنتيك فيلد، موفد انسايد ماجنتيك فيلد. تاني، ديتيرمين ذا دايركشن اوف ذا انديوسد كرنت produced in a straight wire moved perpendicular on the direction of magnetic field lines. اوكي برضو بنعمل كده، بنخلي الثامب perpendicular مع البوينتر و perpendicular مع الريست فينجر. طيب بنبدأ نعمل ايه؟ اف بي اي دي بتعتبر الموشن، ودي البي الدايركشن بتاع الماجنتيك لاينز، وبالتالي ده هيكون الكرنت induced. يلا يا مستر محمود يلا نطبقها في حاله منها. تمام، زي ما مستر مجدي قال لنا احنا هنا بنحاول نحدد اتجاه الانديوسد كرنت، فتعالوا تعالوا نرسم واير، وليكن الواير ده اللي هو هنسميه اي اي مثلا بي، الواير اي بي ده كان بيقطع ماجنتيك فلكس. طب فين الماجنتيك فلكس؟ الماجنتيك فلكس اهو نازل انتو ذا بيج، ده كده الواير. طب لازم احدد بيقطع الماجنتيك فلكس في اي اتجاه؟ لو نفترض ان هو ماشي تو ذا رايت سايد اللي هو اتجاه الموشن، يعني ماشي اتجاه الفيلوستي بتاعته، هنا يبقى ده هنقول اتجاه الفي تو ذا رايت سايد، والبلو ده هو البي اللي هو الماجنتيك فلكس دينستي. زي ما مستر مجدي قال لي يبقى انا هعمل دلوقتي الفليمنج رايت هاند رول، ام بي سي او الموشن او الفيلد والكرنت، زي ما متعودين البوينتر دايما للفيلد،
قلنا الفيلد انتو ذا بيج، الموشن تو ذا رايت، يبقى الكرنت ماشي من بي لايه؟ هيطلع بقى اب وورد اللي هو من ايه لغايه بي. طيب لو جه وسالني بالمناسبه مين فيهم مور بوتنشال من الثانيه؟ آه الحته دي جت قبل كده. هنا تختلف لو الواير ده كان واير لوحده ولا الواير ده متوصل باكسترنال سيركت. بالظبط كده. هل انت موصل لي الواير ده بريزيستور؟ لان الواير في حاله توصيله بريزيستور بيتقال عليه باتري. لو واير سليم هنقول ان البي هاي بوتنشال زي الاي. ليه؟ لانه بيتحرك من البي للاي، واحنا عارفين ان الكرنت دايما بيتحرك من البوزيتيف للنيجاتيف، من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال. اما في حاله ان انا موصله باكسترنال سيركت ساعتها الكرنت هيتحرك من البي للاي، بس ده انسايد ذا واير. اما بره الواير هيروح من الاي للبي. فساعتها طالما انت وصلته باكسترنال سيركت تقول لي لا، ده البوزيتيف وده النيجاتيف، الاي هي الهاي والبي هي اللو، كانها فعلا باتري بوزيتيف ونيجاتيف. يعني نقدر نرسمها كانها، ارسم الواير ده كانه باتري لانه هو مصدر الكهرباء، والكهرباء بتيجي من الاي تروح للبي، اذا الاي هو الهاي بوتنشال. تمام تمام، تسلم يا مستر محمود. طيب نيجي بقى، يبقى احنا النهارده حصتنا حصه تجميعات. يلا نطلع كده بره الصندوق، حته نظري وحته مساله. في مساله هي القضيه يا جماعه، الامتحانات مش هتيجي، مش القضيه الامتحان هيجي صعب، القضيه احنا بنناقش طالب يكون مذاكر وواقف على مذاكرته كويس وعارف السؤال ده بيعمل ايه. يلا نشوف بقى مساله حسابيه جميله جدا بنعمل ايه. مستر محمود هنرسم، عندي ثلاثة ريزيستنس، عندي كام ريزيستنس؟ ثلاثة ريزيستنس. واحدة منهم اسمها 3R، يعني كل واحدة فيهم ب3R. مرة وصلناهم سيريس ومرة وصلناهم بارر. هيطلب مني find the ratio between the current intensity passing through each circuit. The ratio between the current intensity that pass through each circuit. Once when the resistance connected in parallel and another time when these resistors connected in series. هقولها تاني بالعربي. انا عندي ثلاثة resistors، مرة هوصلهم parallel ومرة هوصلهم series. يا ترى الكرنت هنا هيبقى زي الكرنت هنا؟ اكيد لا. هو طالب الريشو بتوين الكرنت ايه في حالة البارلل. هنجيب الار equivalent هنا 3 و 3 و 3 هتبقى 9R، وهنا طبعا هتبقى 3R over 3 اللي هي هيديني في الاخر كام؟ R. طيب لو انا عايز احسب، استاذنك يا استاذ محمود، نوصل كل سيركت بمصدر للكهرباء. تمام، يبقى احنا هنقول دايره كامله ان الاثنين متوصلين بمصدر كونستانت للفولتج يعني في بي ويز نيجلكتنج انترنال ريزيستنس. اكيد لازم. وهنا هنقول في بي في الحالتين الار انترنال بزيرو في الحالتين. فبنقول بشكل بسيط جدا لو انا عايز اي سيريس على اي بارلل، احنا عارفين ان الاي بتساوي في ار، وبما ان الفولتج كونستانت التوتال فولتج كونستانت يبقى اي سيريس على ار بارلل بتساوي ار بارلل على ار سيريس، لان الاي والار دايما بتكون في انفيرسلي ريليشن ما بينهم. يعني هقدر اقول ار على 9R اللي هي يديني 1 على 9. طب لو كان عاكس، عاوز ار اي بارلل على اي سيريس، هيبقى العكس. الارات ار سيريس على ار بارلل. معايا هنا في حته مهمه قوي، خلي بالك في سؤال الريشيو تراعي ترتيب الريشيو مين فوق ومين تحت. يعني لو انا جيت قلت لك فايند ذا ريشيو بتوين ذا كارنت انتنسيتي ذات باث وين ذيس ريزيستورز كونكتد ان سيريس اند وين كونكتد ان بارلل، يبقى لازم كده الترتيب، يبقى السيريس 4 والبارلل تحت، يبقى هنحط ار على 9R. اوكي تمام. اما لو عكسنا، لو قال لي او العكس، لو جه عكسنا بقى، لو قال لك البارلل للسيريس يبقى لازم اقول اي بارلل على اي سيريس، وبعدين اشوف بقى الارات بالعكس طبعا، لان الاي مع الار علاقه انفرس. نيجي بقى ليه سؤال تاني في نفس الرسمه، لو طلب مني الباور كونسيومد، الباور كونسيومد في السيريس اوفر الباور كونسيومد في البارل. اتفضل يا مستر محمود. تمام، الباور كونسيومد في السيريس والبارل انا قصدي اقدر استخدم اكتر من طريقه اللي هي اي سكوير ار في اي في سكوير على الار. هنا هلجا طبعا لان انا استخدم الرول الخاص بالفي سكوير على الار. ليه بستخدم الباور في
على الار عشان نقدر نقول ان الفولتج، بما ان الفولتج اللي متوصل بالاكويفلنت ريزيستنس ده واحد، يعني هنا كاني بتخيل الفي بي متوصله ب9 ار، وهنا بتخيل الفي بي متوصله بمقاومه واحده قيمتها ار، فانا الفولتج كونستانت، فهستخدم قانون الفولتج اللي هو باور ايكوال في سكوير على الار. ليه؟ باعتبار ان الفولتج اللي متوصل بكل واحده منهم ثابت، فهقول الباور في حاله السيريس على الباور في حاله البارلل. باعتبار ان الفولتج كونستانت مش محتاج اتكلم عنه، هقول اذا ار في حاله البارلل على ار في حاله السيريس، اللي هو يديني كام بقى؟ هيديني برضو ار على 9 ار، اللي هي يديني 1 على 9 زي اللي فاتت بالظبط، هتبقى نفس الكلام 1 على 9. ونطلع هنا بكونكلوجن مهمه قوي، ده بيبقى ميس كونسبشن عند طلبه كتيره جدا يا شباب. في بعض الناس بتفتكر ان لما بوصل الريزيستورز بارلل بيحصل عملية ريديوس في الباور كونسيوم، وده طبعا خطأ. التوصيل البارلل بيعمل اكسترا كونسيومينج باور، والدليل على كده لما نيجي نرجع للريشيو اللي في اللي حلها مستر محمود، كان باور سيريس على باور بارلل، الباور السيريس كان ب1 كريشيو والباور البارلل كان 9، ده دليل ان كده الباور ان بارلل 9 تايمز اوف ذا باور كونسيومد ان سيريس. اوعى ننسى دي، الباور كونسيومد ان كيس اوف بارلل كونكشن از جريتر ذان ذا باور كونسيومد ان سيريس كونكشن. تمام، دي اول مساله. تعالوا نخش على مساله ثانيه مستر محمود. عندنا اتنين ريزيستنس، واحده منهم قيمتها ار والتانيه قيمتها 3 ار، مره متوصلين سيريس ومره متوصلين بقى في كل واحده. تمام، بافتراض ان هم متوصلين بنفس السورس والانترنال ريزيستنس بزيرو. اتفضل يا مستر. تمام، هنا برضو نفس الفكره، طالما بنتكلم على الاي ات كونستانت الكتروموتيف فورس او كونستانت فولتج بتاع السورس، هنقول ان هنا ار في 3 ار اللي هو يديني 4 ار. هنا بقى هنقول ار مع 3 ار اللي هي 3 ار سكوير على 4 ار، اللي هي هنقول 3 اوفر 4 ار. عايزين نقسم اي سيريس على اي باراليل، قلنا يبقى هنعكس، هنقول ايه؟ ار باراليل على ار سيريس، فهنقول 3 اوفر 4 ار هتفضل 3 اوفر 60. تمام، ده لو طلب الكرنت هنا والكرنت هنا. تمام، نيجي بقى المساله ما فيهاش حالتين معايا هنا بقى. انا عندي اتنين ريزيستنس، واحده منهم ار وواحده منهم 2 ار. مستر محمود هيحضر، عندي اتنين ريزيستنس سيريس مع بعض متوصلين بسورس. متوصلين بايه؟ بسورس. تمام، في الرسمه دي هيطلب منك الريشيو بتوين الكرنت باسنج في المقاومه ار 1 والكرنت اللي ماشي في المقاومه اللي جنبها في نفس السيركت. انا مش بعمل دايره ودايره، لا، في نفس السيركت. يبقى الكرنت هنا اوفر الكرنت هنا. اتنين، البوتنشال ديفرنس بتاع دي على البوتنشال ديفرنس بتاع دي. تلاته، الباور كونسيوم دي هنا اوفر الباور كونسيوم دي هنا. تاني، انا عندي اتنين ريزيستنس، واحده ار وواحده 2 ار متوصلين سيريس كونكشن. عايز الريشيو بتوين الكرنت هنا والكرنت هنا، البوتنشال ديفرنس هنا والبوتنشال ديفرنس هنا، والباور كونسيوم دي في دي اوفر الباور كونسيوم دي في دي في نفس السيركت. اتفضل يا مستر محمود. هنسمي الريزيستور عشان نعرف بس ميزهم اي وبي. فهنقول احنا عايزين نقارن ما بين الكرنت في الاي وبالنسبه للكرنت في البي، يعني هنقول اي اي اوفر اي بي من غير ما نفكر، هنقول له على طول ايه؟ بوان باعتبار ان الكرنت كونستانت في حاله السيريس. طب عايزين نقارن ما بين الفي اي على الفي بي، واحنا عارفين ان الفي بتساوي اي ار، الاي كونستانت، يبقى هنقول هي ار اي على الار بي على الار بي، لان الكرنت كونستانت يبقى ار على 2 ار اللي هي يديني كام؟ 1 على 2. هنقول الباور اي على الباور بي، وهنا تكمن حته الجزء المنتال. انا دلوقتي هستخدم انا قانون للباور اي سكوير ار في سكوير على الار ولا في اي؟ لا، هلجا طبعا لاي سكوير ار. ليه هلجأ لاي سكوير ار؟ لان الاي كونستنت، الاي كونستنت، فهتبقى اي سكوير ار، الاي كونستنت في الاثنين، فهتفضل عندي برضو ار اي اوفر ار بي اللي هي هنقول ايه؟ برضو 1 على 2. وان على 2. طيب
معلش يا مستر محمود، عايزين نعلم ولادنا حاجه مهمه قوي، خليكم معايا هنا. انا هنا الامتحان يا جماعه، السؤال ما بيقاس بالسهوله والصعوبه، بيقاس احنا بنقيس فهم الطالب للكونسبت اللي بيكون مذاكرها في الامتحان. دلوقتي انا مديك مقاومتين سيريز، لازم تكون داخل كده عارف ان الكرنت انتنسيتي كونستانت والبوتنشال ديفرنس التوتال بوتنشال ديفرنس ديستريبيوتد along the these resistances. while اوعى تنسى دي، البوتنشال ديفرنس از دايركتلي بروبورشنال وذ ذا ريزيستنس، يعني الفي دايركت مع الار ات كونستانت كرنت انتنسيتي. طيب، طب الباور بقى، طلبه كتيره جدا عارفين الحته دي، وانا باكدها معاكم، انا معاكم في الحته دي، ان الباور بيساوي في سكوير على ار وبيساوي اي سكوير في ار. لما بكون بعمل كومباريزون ما بين باور هنا وباور هنا، في حاله السيريس دايما بنطبق القانون ده، اي سكوير في ار، وفي حاله البارل بنطبق دايما في سكوير اوفر ار. ايه السبب؟ في السيريز بطبق اي سكوير في ار لان الاي كونستنت، فبتبقى البي دايركت مع الار، وفي حاله البارلل بيبقى بطبق قانون في سكوير على الار، وفي الحاله دي بتبقى الباور انفيرس مع الار. اوعى ننسى ده. طيب، وبالتالي عشان ما ننساهوش يلا نطبق. هنقلب المساله دي يا مستر محمود، هنقلبها ايه؟ هنقلبها نفس الارقام، هي نفس المساله بس هنقلبها بارلل كونكشن، وهنطلب نفس الثلاث مطالب. عندي اتنين ريزيستنس، واحدة ار وواحدة اتنين ار، متوصلين بارلل، ويطلب مننا نفس الاشياء. اتفضل يا مستر محمود. تمام، هنقول زي ما مستر مجد قال لنا، هما بارلل متوصلين بنفس الالكتروموتيف فورس، قلنا هنسمي دي ريزيستنس ايه بتساوي ار، وريزيستنس بي هتساوي 2 ار. عايزين اول حاجة نحسب الكرنت في كل واحدة، فهنقول اي اي اوفر اي بي، واحنا عارفين ان الكرنت بيساوي في سكوير على في اوفر ار. الفولتج كونستانت على الاثنين لانهم بارلل، اذا هتبقى الاي علاقتها بالار اي انفيرسلي ريليشن، يعني اي اي اوفر اي بي بتساوي ار بي اوفر ار اي. ار بي اوفر ار اي يعني هتساوي 2 ار على الار اللي هيساوي 2 تو 1. المقاومه القليله بتاخد كرنت اكتر. طيب البوتنشال ديفرنس عند اي اوفر البوتنشال ديفرنس عند بي. تمام، بما انهم بارلل يبقى اقدر اقول 1 تو 1. لو هاخد الباور هنقول في سكوير على الار، وهنلاحظ بقى ان هنا الباور بقى عكس الريزيستنس. يعني في اللي فاتت كنا بنقول باور اي على باور بي بتساوي ريزيستنس اي على بي، هنا بقى انعكستها، باور اي على باور بي بتساوي ريزيستنس بي على ريزيستنس اي، لان استخدمت قانون الباور الثاني في سكوير على الار اللي بيكون الباور انفيرسلي بروبورشنال مع الريزيستنس، باعتبار ان الفولتج ثابت لانهم بارلل، هي 2 اوفر ار على الار اللي هو يديني كام؟ 2 تو 1. تمام. طيب نيجي برضو تاكيدا للفكره دي، المره دي هنرسم ثلاثه ريزيستنس يا مستر محمود. واحدة بتبقى سيريس لوحديها قيمتها R، ومتوصلة ببوكس في اتنين بارلل، الاتنين بارلل واحدة منهم R برضو واللي تحتها اتنين R. هيطلب مني الكرنت اللي جاي من بره اسمه I1، والكرنت اللي بيتوزع في التو برانشز واحد منهم اسمه I2 والتاني اسمه I3. يبقى المين كرنت اسمه I1 وهيتوزع ل I2 I3. هيطلب بقى الريشيو بتوين I1 اوفر I2. اتفضل يا مستر محمود. تمام، سؤال جميل جدا، احنا دلوقتي هنحلها. هنقول ان بافتراض ادي الفي بي وادي الار او، وهنفترض ده I1 وده I2 وده I3. بشكل بسيط جدا هنفترض افتراض ان الاي 1 بيساوي قيمه انون هنسميها اي او اكس. طيب الكرنت اي ده هيتقسم على الار والتو ار، هيتقسم على الار والتو ار. طب هيتقسم ازاي؟ هيتقسم هنا بنسبه التلت والتلتين، هيتقسم بنسبه التلت والتلتين. يعني انا اقدر اقول ان اي 2 باعتبار ان الريزيستنس دي زي ما احنا شايفينها بقيمه ار، هتاخد ايه اعزائي الطلاب؟ هتاخد زي ما هنشوف كده، هنقول هنا ار وعندي هنا 2 ار، فهنقول ان اي هتاخد تلت الاي، اما اي 3 هقدر اقول ان هي هتاخد التلتين، او هنقدر نقول هنا معلش الاي انفرس بروبورشنال مع الاي، هيبقى هنا التلتين وهنا التلت. هنقسمها بالشكل ده، التلتين للتلت زي ما احنا شايفين مع بعض، زي ما احنا شايفين كده الريزيستنس الاعلى تاخد كرنت اقل. او اقدر احلها كمسألة، يعني مفيش اي مشاكل لو انت حابب تحلها كمسألة. هتفترض ان هنا
مثلا عندك ده ب 1 اوم وده ب 1 اوم وده ب 2 اوم، وتبتدي تقسم لي الكرنت اللي عندك. انك هتقول لي قانون القسمه، بنقول اي في ار توتال اللي هي 2 على 3 ار. انت عايز الكرنت اللي في انهي فرع؟ عايز اي 2، يبقى هتضرب لي هنا في ار، فهنقدر نشيل الار مع الار، يبقى اي 2 بتساوي تلتين الكرنت الاصلي. لو انت حابب تعملها بالكرنت ديفايدر، مش حابب تعملها زي ما قلنا احنا حاولنا نجيبها بالدماغ، ان الكرنت هيتقسم تلتين لتلت زي الطلاب، هيبقى عندي اي وهنا هيبقى عندي 2 اوفر 3 اي، فاقدر اعكسها واقول بقى الاي تروح مع الاي، 1 على 2 اوفر 3 اللي هي تديني 3 اوفر 2. عايز بقى اقسم اي واحده منهم انا حر، الحوار سهل خالص ما فيهوش اي مشاكل. تمام، شكرا جدا يا استاذ محمود. استاذنك برضو احنا في نفس المساله دي، في طريقه تانية جميله جدا برضو، بتبقى يعني اسرع شويه. بنعمل ايه؟ بنعيد استاذنك يا استاذ محمود، ممكن نعيد نفس الرسمه تانية وبنعملها كالتالي. انا عندي هاخد نفس الكونسبت بس ايه، هنختصر الخطوات لان في طلبه برضو ممكن ايه بتبقى المساله لما تطول عليها بتبقى الدنيا بايظه شويه. انا عندي دلوقتي التيار اللي من بره اللي داخل اسمه اي 1، وبعدين هيجي يتفرع ليه اتنين برانش، واحد منه اسمه ار والتيوتد ثرو بارل كونكشن، بيتوزع بشكل انفيرس، يعني الار واتنين ار، فالمقاومه ار هيروح لها دايما دبل من مين؟ من الاتنين ار اللي تحت. فانا دايما بحب ابدا بالمقاومه الاصغر، فانا هفرض دايما سوري المقاومه الاكبر، الاثنين ار لو فرضت الكرنت اللي ماشي فيها اسمه اي. نيجي بقى كده في الاسئله عند الشاشه عند المستر محمود. المقاومه 2 ار هتبقى فيها كام؟ هفرض ان هو اي، يبقى المقاومه ار اللي فوق هنسميها 2 اي، هنسميها كام؟ 2 اي. نرجع كده للمساله بالظبط كده، يبقى الاثنين ار اللي تحت هسميه اي، يبقى الار اللي فوق اكيد الدبل بتاعه هسميه 2 اي، يبقى المين كارنت اللي بره كده هسميه كام؟ يعتبر الصم بتاعه يعتبر كده 3 اي، وخلصت. هو بقى شوف بقى عايز ريشيو بين مين ومين، عايز ريشيو يلا نعمل الثلاثه الاوبشنز كلها. يا مثلا محمود لو طالب ريشيو ما بين اي 1 على اي 2 هنشوف بقى، اي 1 اللي هو المين كارنت اللي هو بكام؟ ب 3 اي، و اي 2 اللي هو اللي طالع فوق ب 2 اي، اوبا طلعت كام؟ 3 على 2، وهكذا بقى. شوف بقى هنكون طالب بقى اي ريشيو، يبقى انت كده جبت الثلاث تيارات، تيار مين وتيار البرانش اللي فوق وتيار البرانش اللي تحت، وشوف هو طالب منك اي نسبه. تمام؟ بدل ما اعيدها تاني انت ممكن ترجع لنفس الفيديو تاني وتبص على المساله مره كمان. يلا نشوف على مساله تانيه معايا هنا بقى. اوكي؟ يلا نخش بقى على مساله مهمه قوي، نيوترا بوينت. نيوترا بوينت، مستر محمود هنرسم اتنين لاين، هنرسم كام؟ اتنين لاين. اللي على الشمال ماشي فيه اي واللي على اليمين ماشي فيه 3 اي. المسافه التوتال بينهم 4 دي. في بوينت اكس بتبقى جنب ال 3 اي بمسافه دي، بمسافه دي. لا بينهم جوه. بينهم يا مستر محمود. و 3 دي من الاي. يعني نقطة اكس جنب الكرنت 3 اي بمسافة دي. يبقى اتنين واير، يلا نشوف كده في الرسمه. In the same direction ولا؟ تمام. same direction يا مستر محمود. يبقى اي و 3 اي في نقطة اكس بينهم بس جنب 3 اي بمسافة دي. يبقى تابعوا ال 3 دي عن الاي. السؤال هنا بقى دلوقتي، نبص على الرسمة، نرجع للرسمة عند مستر محمود. تمام. السؤال اللي هنا بقى يا مستر محمود، هل ممكن تبقى نقطة اكس دي نيوترال بوينت اند واي؟ اتفضل يا مستر محمود. طبعا اكس كده فرصة ان هي تكون نيوترال بوينت لو بصينا عليها هنقول لا صعب فعلا. تعالوا نحدد الأول قواعدنا. احنا هنقول ماينس بلس بلس، وزعت إشارات الأول. فدي أول عقبة قصادي، احنا دلوقتي بنقول ماينس وهي فعلا نيوترال بوينت بتكون في الماينس. طب تعالى نشوف تاني خطوة. طب بتبقى فين؟ لو الاتنين كرنت نفس القيمة هتبقى في النص بالظبط. طب هما مش نفس القيمة يبقى بتكون أقرب للسلك اللي فيه كرنت أقل. يبقى هنا هنبص كده هنلاقي إن الشرط الأول اتحقق لكن التاني متحققش. لأنها كده قريبة للتيار الأكتر. التيار الأكتر، فكده طبعًا نو نيوترال بوينت أو إكس إز نوت نيوترال بوينت بتوين ذا تو. تمام. يبقى لو جاي وقال لك
does او is point x is a neutral point تبقى بكل ثقة لازم تقول له no. Why? Because it's nearer to what? The greater curve. The greater curve. اوعى تنسى دي. مش محقق الشرط. شرطي هأكد ايه هي شروط النيوتر بوينت. واحد lie او placed in a subtractive area. يعني لازم يكون البي توتال بتساوي الماينس بين البيهات اللي هنا واللي هنا. وتاني حاجة لازم تكون nearer to the weaker current. اوعى تنسى دي. فهي دلوقتي محقق الشرط الاول. هي في سبتراكت اريا ولكن هي دلوقتي nearer to greater current. وده شرط غلط. تمام؟ طيب. يجي يقول لك بقى سؤال مهم قوي في نفس الرسمة. يقول لك what should be done, what should be done, what should be done to make x a neutral point. To make x a neutral point. ممكن تعمل options كتيرة. يلا نكتب بقى مثلا يجي يقول لك write one only. يعني مثلا لو سابها لك كده عايمة ممكن تحط الحلول بتاعتك حاجات كتير قوي. يلا مستر محمود عايزين نحط الاوبشنز كتير قوي. كلام جميل. هو فعلا في اربع حاجات ممكن نغير فيهم الاي والثري دي والدي والثري اي. بس احنا الافضل طبعا حتة ان احنا لسه متكلمين عن هو nearer to the weaker current. فانا هعتبر انا مش عارف هو بعيدة قد ايه عن الويكر current وحاول اجيبها. طبعا شروط النيوترال بي 1 بتساوي بي 2 يعني اي 1 على دي 1 بتساوي اي 2 على دي 2. فهقولها طبعا اي على دي 1 وهنا هنقول بالنسبه لنا هتبقى 3 اي على كام 4 ماينس دي 1 او نقول دي دي ونقول دي 4 ماينس دي. بس ممكن نجيبها بالعقل على طول ان انا ممكن اخلي الديستانس دي المسافه تبقى العكس على طول. يعني ممكن نخلي دي 3 دي ونخلي دي دي. يبقى هنقول له by moving point x a distance 2d nearer the weaker current. ان انا احرك الx to the left side مسافة 2d. نرسمها تاني من شكل جديد جنبها كده على طول بالمنظر الجديد. يبقى هنقول ان انا احرك مسافة 2d يعني هتبقى هنا كده ثابت مسافة d هنا وثابت مسافة 3d بعد. يعني كأننا بنعكس المسافات. بحيث ان الريشو برضه هتبقى واحدة 3i over 3d هي i over d. تمام. انا وفي اوبشن تاني ان انا ممكن اخليها فين. ممكن اخليها في النص وازود اخلي التو كارنت ايه ذا سيم ذا سيم. يعني اقعد العب في الاوبشنز بتاعتي وممكن يفرض عليا حاجه معينه. طيب احنا عندنا اسئله كتير ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن نكمل بكره باذن الله تعالى. احنا النهارده حصتنا خلصت ان شاء الله زي ما قلنا لكم امبارح لازم تأكد على حلول الامتحانات 17 و18 و19 والاثنين موديل اللي نزلوا السنة دي. وأي سؤال ابعته لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى وإن شاء الله هنجاوبكم. شكرا يا مستر محمود على وجودك معانا النهارده. ربنا يخلي حضرتك يا مستر مجدي ويا رب دايما وجودنا يكون فيه توفيق كده وخدمة لأعزائنا الطلاب يا رب بإذن الله. أبنائنا سعدنا بيكم وربنا يبارك لكم إن شاء الله. حلوا وكملوا وابعتوا لنا إن شاء الله على الجروب بتاع البرنامج وربنا يبارك لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.